السلام عليكم. فيلم حياة المائز اقتبس من رواية ألفت باللغة الملايالامية، لغة محلية هندية، وعنوان الرواية الأصلية هو أيام المائز. هذه الرواية طبعت 150 مرة في الهند وقرأت لأكثر من 10 مليون نسخة. تصوروا هذا الكم، ترجمت إلى الكثير من لغات العالم، خصوصا الثقافات التي تهتم بالقراءة وتهتم بمعرفة الآخر وتنفتح على القضايا الإنسانية. ترجم هذا الكتاب سنة 2014 إلى العربية من قبل سهيل الوافي ونشرت في الكويت. رغم ذلك لم تثير الكثير من الجدل الذي أثاره الفيلم، وهذا يحيلنا إلى أن الثقافة والقراءة في العالم العربي لا تزال متخلفة، وبالتالي الفيلم أصاب في بعض ما يسعى إليه. ثانياً، حينما نرى أن هذه الرواية ألفت بلغة محلية، هذا يحيلنا إلى أن الهند فيها ثقافة عظيمة، أكثر من 1.3 مليار نسمة بدياناتها ولغاتها وثقافاتها وعاداتها تعيش بانسجام. إذن هنا يحضر عمق الثقافة وقوة الإنسان وقدرة الإنسان على أن يعيش في مجتمع بانسجام رغم تعدد ثقافته وتعدد كذلك ملامحه اللغوية والدينية. إذن الرواية فقط حينما نتوقف عند اللغة التي ألفت بها ومسارها قبل أن تنتج كفيلم تقول الشيء الكثير عن غنى هذه الثقافة الهندية وعن قدرة الثقافة والكتابة والرواية على الإقناع. رغم أن السعودية بلد لا يضاهى من حيث الإمكانيات البترولية والإمكانيات المالية التي تستطيع من خلالها أن تشتري الدول وأن تفرض أحياناً هيمنتها على بعض الكيانات، تشتري اللاعبين، تشتري الشركات، وتستطيع أن تشتري كثير، إلا أنها لا تقارن بقوة الكلمة، لأنه رواية وفيلم يستطيع أن ينتزع وأن يفعل الكثير، وله سلطة هنا، سلطة المعرفة وسلطة الثقافة وسلطة الفن كذلك أمام هيمنة وسلطة البترو دولار.